شنو اللي زاد على تعطيرتي؟ شوفوا تذكرون عطر إيست عود؟ تذكرون بنات من إيتوال؟ صار لفترة طويلة مقطوع وتوى يرد، الحين رد بنات بشكل جديد، نفس العطر اللي يهب العطر إيست عود بس بشكل جديد. يذكرون متابعاتي القدم، يذكرون ما شاء الله تبارك الرحمن مع البخور. تخيلوا من كثر ما أحبه، هو عطر ملابس، عطر ملابس أرشه على شعري لأن ريحته دهن عود صافي، تهبل دهن عود بيور، خيالي ريحته تينن. فمع البخور تصير ريحتك فظيعة. مو دهن العود الثقيل اللي ما تقدرين تحطينه إلا بلشته، لا ينحط بكل وقت، وايد ريحته حلوة. دهن عود البنات شلون اشرح لكم، يعني مو مخلط، لا ريحة دهن عود بس على عطر، عرفتوا؟ انا قبل مسولفة حق البنات قصته، هذا سلمكم الله، اول ما شريته رشيته بثوب الصلاة. انا اختبار العطور عندي بثوب الصلاة، ليش؟ لان كل ما اصلي اشم العطر فادري انه ثابت، عرفتوا؟ فرشيته بثوب الصلاة، قسما بالله اسبوع كامل اصلي بثوب الصلاة اشم ريحته، اسبوع كامل ريحته دهن عود تينن ثوب الصلاة، كنت كل ما اصلي أشم الريحة فظيعة، وكل ما يبرد يصير أحلى وأحلى وأحلى. العطر خطير، عندي عطر دهن عود وايد غالي قسما بالله، أن هذا نفس ريحته وقيمته 40 دينار، نفس ريحته بالضبط ونفس ثباته. توه نازل بنات بالبوتيك، اللي تبي شوفوا أنا اليوم ليش عندي مناسبة وحفلة وكذي، والله العظيم هذا عطري أموت عليه، أموت على ثباته. دائما لما احط العبايه اللي معطرتها بإيست عود احطها بكيس المصبغه، كيس المصبغه كله يصير ريحته دهن عود.